صباح الخير على كل اليوم نعلن عن بداية موقع عدالة جوج وكذلك الموقع المؤسساتي وهو طفرة رقمية تدخل إلى وزارة العدل في مخطط على مخطط طويل الأمد سيقوم برقمنة كل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتسهيل ولوج العدالة بالنسبة للمواطنين وكذلك للإسراع بإنجاز الإجراءات المتطلبة قادمة لفائدة المواطنين. الشيء اللي موجودة في المغرب والمطلوب توجد في المغرب يجب أن نخرج الثقافة من واحد العجز عرفته لسنوات باش الإبداع المغربي ياخذ الأوج ديالو، خاصة أن هناك كتابات مغربية رائعة وروايات صدرت أخيرا رائعة والتي تعبر عن مدى قدرة المغربي في الإبداع وفي الكتابة. أتمنى أن المغرب يكون حافز باش نرجعوا نقراوا الكتابات اللي كانت حاضرة في الستينات وفي السبعينات واللي كتعبر على واقع الشعب المغربي واللي كتحفز الإنسان المغربي على التفكير في حقوقه ومصالحه باش يدافع عليها. شكرا لك.